بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على الشهداء، السلام على رموزنا المغيبون في السجون، السلام على الأحرار الشرفاء، السلام على الحرائر الشريفات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الظالم مستمرا في ظلمه فاعلم بأن نهايته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمرا في مقاومته فاعلم بأن انتصاره محتوم. هكذا هي المعادلة. متى يعشق الناس الشهادة؟ يعشق الناس الشهادة ويتهافتون من أجل تحقيق هذه الدرجة الكبيرة عندما يكون هناك ظلم، وأي ظلم. شعب البحرين عانى من ظلم لم يلحق بأي شعب آخر مثل ما لحق بشعب البحرين. ربما نحن فقنا كل هذه الدول التي كانت تطالب بالحرية. ذنبنا الوحيد إننا خرجنا بسلميتنا نطالب عن مطالب محقة. هذه المطالب، والغريب جدا بأنه لا يختلف عليها اثنان، هي مطالب محقة، ولكن القوم أبناء القوم. هناك بغض وهناك حقد دفين، لا لكوننا كشعب. لا تغركم هذه البهرجة عندما يقولون بتطبيق القانون أو يتغنون بتطبيق القانون أبدا، وأنتم سمعتموها بأنفسكم بأذانكم، سمعتم أن القانون لا ينطبق عليكم ولا ينطبق علينا. إذن ينطبق على من؟ على من؟ ينطبق علينا نحن. يجب أن نجعل هذه المقولة في آذاننا، وليتعلمها الصغير والكبير، بأن هناك حقد دفين علينا كطائفة، وهذا ما يولد فينا الغيرة على مذهبنا. نعم، ليست هناك مطالب تخص مذهبنا، هذا المذهب نحن الحمد لله رب العالمين، يعني متى ما شئنا أن نقيم المراسم الحسينية سنقيمها في أي وقت شاء أم أبو، ولكن هناك هذا الحقد الدفين لكوننا نحيي هذه المراسم. ويجب أن نتعلم جميعا بأنه ليس هناك من غيظ يسبب لهم هذا الحقد سوى هذه الشعار. لذلك نحن متمسكون بهذا الخط، بل نحن نستمد القوة والعزيمة وعشقنا لهذه الشهادة من خلال هذا الخط. ثورة البحرين هي ثورة متكاملة. ثورة البحرين اشترك فيها الصغير والكبير، وأنا أحيي حتى الصغار هنا لمشاركتهم في هذا الحفل. إذا أردتم أن تقيسوا ثورة البحرين ومدى شملها لكل الأطياف، انظروا إلى السجون. السجون اليوم مليئة بالصغار، بالكبار، بالمرأة، حتى الطفل زج به في السجن. لذلك نحن لا نملك بعد، يعني نملك شيء بحيث أن نحن نخاف على شيء أبدا. أنا يعني أتعجب من بعض الأشخاص بعدم الاكتراث. لم يبقى بيت في البحرين إلا ناله هذا الظلم، إن لم يكن بالقتل فهناك الجرحى، هناك المعتقلون، هناك هتك حرمة هذه البيوت،
وهذا يؤلم. يجب أن أتألم عندما أرى جاري وقد اقتحمت هذه القوات منزله وهتكت حرمة منزله. يكفي هذا الشعور أن أخرج عن صمتي وأن أنسى هذا الجب وأتحرك مندفعا. وهنا يأتي العشق للشهادة من خلال هذا الظلم. كل هذه الأيام التي جرت علينا بنهارها وليلها لا تتصوروا بأننا نعيش السكينة والاطمئنان، بل على العكس نعيش في قلق. ولكن عندما ننتصر، وبإذن الله النصر قريب، عندما ننتصر سنحتفل لوحدنا كما عشنا مرارة هذا الظلم لوحدنا. والنصر من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.